اللحظة ربما نتوقف عند المبادرات العديدة، مبادرات بيئية تهم حملات النظافة، لكن مع اقتراب فصل الصيف هذه الحملات تتوجه إلى الشواطئ. بطبيعة الحال مع اقتراب فصل الصيف هنا يجب أن نتحدث عن الحالة التي يكون عليها الشاطئ من رمال ومياه، أيضا حتى الغابات المجاورة. وهنا شاطئ الدالية، وبفضل سواعد أبناء مدن الشمال لبس حلة بهية. 500 شخص من مختلف الأعمار توزعوا على 3 فرق، كل تكفل بتنظيف فضاء معين. فبين الغابة والرمال وقاع البحر كانت الهمة ونشاط تغذيهما الرغبة في خلع حلة النظارة على المكان ليستقبل زواره من عشاق الاصطياف. فريد غيتو كان هناك بالأمس ووفانا بروبورتاج الذي تابعه أسامة أفقير. ركبوا القوارب وانطلقوا نحو عمق البحر بحثا عن فريسة من نوع خاص. بعد ساعتين من الغطس عادوا بصيد ثمين. إنها أزبال متنوعة جمعوها من جوهر بحر الدالية، شباب تدفعهم الغير على سمعة بحر جهتهم لتنظيفه من العمق وتحضيره للمصطافين. خرجنا نعملوا واحد النظافة في قاع البحر، وجبدنا عدة الأزبال، منها الشباك، عجلات السيارات، بلاستيك، مجموعات منه. ولهذا الوقت الصغرق جوج سوايع على الاقل. الكبار اختاروا تنظيف العمق، والصغار اختاروا تنظيف رمال الشاطئ. الكل يشمر عن ساعده لجمع الازبال المترميه هنا وهناك، والهدف واحد، الا وهو جعل الشاطئ مبتسم خلال موسم الاصطياف. احنا جينا لهذا الشاطئ الداليه نحيدوا الزبال، مش نخلو الناس يجون هنا يعوموا مزيان. وكنشكر صحابي بزاف عاونونا وحيدوا هاد الازبال. كان الازبال بزاف اللي نقيناهم حنايا، هذا شرف لينا كاملين، هذا شرف لينا كاملين باش ننظفوا الشاطئ ديالنا. ياتي هذا الورش ضمن واحد العدد ديال الاوراس المسطره من طرف مكتب الجمعيه وبشراكه مع مؤسسه طنجه المتوسط، واللي غتشمل عدد من الشواطئ، وكتهدف لتنقية قاع البحر من النفايات والمخلفات البلاستيكية السامة والشباك العالقة، وكذلك كتشمل ورصة تحسيسية. بجانب شاطئ الدالية تنتصب الأشجار الشاهقة، هنا مجموعة من المتطوعين ينظفون هذه الغابة من كل الأوساخ لتزداد رونقا وجمالا. لقينا هذيك الغابه عامره بالازبال، حيت ما كرهناش الثقافه المواطن تتبدل. يعني اللي كيجي مثلا الغابه ولا الشاطئ يعني نورمالمون خصو يدي الازبال ديالو معاه. فتنه المنظر تنادي السياح من كل بقاع العالم، لكن من الواجب الحفاظ على نظافه البحر والغابه، فهما ملك للجميع.